لقد جمع الأحزاب حولي وأنبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعين، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضعي. من الناس من يرغب في الحق والهدى بالتأليف والتحبيب، ومن الناس من عمر الإيمان قلبه فلا ينظر إلى حطام الدنيا أبدا. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا المنهج رباهم صلوات ربي وسلامه عليه. عبر من تاريخنا مع الدكتور سعيد القاضي، تشاهدونه يوميا في 5:45 مساء، ويعاد يوميا في 3:15 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.